مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصين والشرق الأوسط. يقبل شباب الصينيون حاليا على دراسة الفنون، ويختار الكثير منهم التخلي عن فرص مهنية تقليدية من أجل مستقبل فني. ولقد تبنت الصين نظاما فريدا، حيث قامت باعتماد امتحان عام على المستوى الوطني للقبول في المعاهد الفنية. حول ذلك وحول أيضا اختيار وظيفة الفن يدور موضوعنا اليوم. ومعي في الاستوديو الأستاذ الدكتور، أصبح الآن أستاذا خوكاي، وهو ضيف يعني دائم في البرنامج لدي، وهو في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وأيضا الصديقة العزيزة فاطمة رحال، وهي ناقدة فنية متخصصة في الفن الصيني. مرحبا بكما. ولكن مشاهدينا، وكما اعتدنا قبل الحوار، دعونا نشاهد التقرير التالي لنلقي الضوء على الامتحان الوطني لشباب الفنانين الصينيين. يبدأ امتحان الفنون في المعاهد أو الكليات الفنية التابعة لكبرى الجامعات الصينية في شهر فبراير من كل عام. تقدم شيرزاد لتيب البالغ عمره 19 عاما، وهو من شينجيان، بطلبات التحاق لعدد من المعاهد الفنية من أجل تحقيق حلمه بدراسة الفنون المسرحية. يهوى شيرزاد لتيب الغناء والرقص منذ نعومة أظفاره، وبعد وصوله إلى بكين بذل جهودا مضنية في التدريب على الفنون الاستعراضية واكتساب القدرة على التعبير. كانت التكاليف مرتفعة على طريق امتحان الفنون، بالإضافة إلى التدريبات المتنوعة التي تستغرق وقتا طويلا. وبعد إقناع والديه بدأ شيرزاد لتيب مشواره الطويل والشاق في امتحان الفنون مع المتقدمين الآخرين، والذين كان عددهم لا يعد ولا يحصى. يذكر أنه في عام 2016 بلغ عدد المتقدمين لامتحان الفنون بأكاديمية بكين للسينما 30,400 متقدم، وازداد بالألاف عدد المتقدمين للأقسام المرغوبة، ومن بينها قسم الإخراج، كما كان بين الأقسام التي شهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين قسم الفنون الجميلة وقسم الآداب، وبلغت نسبة الالتحاق بالأكاديمية 1 إلى 170.艺术考试上搞统考，理论上有一定的瑕疵，但是从实际操作上，从公平正义角度来讲，是值得肯定和支持的。因为我们专业课考试主观性太强，同时呢是学校自己命题为主的，长期以来是存在问题的。那么文化课它这方面，大家都公认它是最公正和公平的。 يشترك بعض المتقدمين في العديد من الامتحانات في اليوم الواحد، حيث يتوجهون إلى مكان الامتحان مباشرة بعد خروجهم من محطة القطار، وبعد الامتحان يستقلون القطار إلى مكان الامتحان الآخر. في السنوات الأخيرة يتواصل تعديل نطاق امتحان الفنون ومدى صعوبته، وذلك لاستبعاد المتقدمين الذين لا يهتمون بالحصول على امتحان الدورة المهنية الفنية، لأنه إذا التحق هؤلاء المتقدمون بالجامعة دون التمتع بالموهبة وبذل الجهود المستمرة، فسيكون من الصعب عليهم أن يصبحوا مواهب محترفة تمارس العمل الفني. في السنوات الأخيرة تكاد حاجة المجتمع لخريج المعاهد الفنية تصل إلى التشبع، حيث بات كثير من المتخرجين يعملون لحسابهم الخاص أو يغيرون مجال عملهم، وهو ما يعد بلا شك خسارة هائلة للموارد التعليمية. ورغم كل ذلك، إلا أن امتحان الفنون لا يزال موضع اهتمام كبير من قبل المتقدمين وأولياء أمورهم، فضلا عن ارتباطه الوثيق بمفاهيم لدى المجتمع ككل.
حسنا إلى الحوار. خوكيا، يعني هذا النظام للقبول في الجامعات الصينية ربما هو معقد بعض الشيء. يوجد امتحان عام للقبول وامتحان مختلف للقبول في الفنون، فممكن تشرح لي كيف يتم ذلك؟ طيب، بالنسبة إلى الطلاب في المدارس الثانوية لازم أن يحضروا الامتحانات على المستوى الوطني من أجل الالتحاق بالجامعة في الصين، فهذا بشكل عام. فمهما كانت الاختصاصات التي سوف تختاروها لابد أن تحضر فنية أو غير فنية، هناك هذا الامتحان العام كاوكاو باللغة الصينية كاوكاو. ولكن بالنسبة إلى الذين يرغبون في التخصصات الفنية لازم أن يحضروا الامتحانات الخاصة بالجامعة أو بالمعهد الفني قبل دخول إلى الامتحانات. يعني هذا الامتحان يكون امتحان وطني عام للفنون. نفكر في أن يتم تشكيل الامتحان على المستوى الوطني للفنون، ولكن ليس بعد. لم يتم بعد. فكل جامعة متخصصة بالفن أو الفنون أو معهد لديها القدرة لتثبيت وتحضير الامتحانات الخاصة بها، ولكن الدولة الآن حددت المواعيد والفترة لإجراء هذه الامتحانات لكل هذه الجامعات والمعاهد الفنية. لكن لم يتم توحيده بعد. لم بعد. تفكير في ذلك. يعني فاطمة، أعرف أنك درست في أكاديمية المسرح ببكين، وهل كان هناك هذا الامتحان للقبول الخاص؟ طبعا، هو هذا طبعا لكل جامعة أو معهد فني لديه مسابقة الدخول، تسمى مسابقة الدخول. ما حدث الآن طبعا، وأنا يعني دخلت الامتحان مسابقة الدخول إلى الأكاديمية المركزية للمسرح، وشاهدت كثير من الدورات بالنسبة للشباب الصينيين، وهو أمر مؤثر جدا. لكن ما فكرت فيه الصين الآن وقانونيا لم يأخذ الشكل النهائي هو هذا الامتحان الموحد لكل المعاهد الفنية، لأن هناك سببين: هناك ضعف في بعض التلاعبات إذا صح التعبير، أو عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للمسابقات المحلية على مستوى كل معهد، فيريدون أن يعطوا فرص متساوية متكافئة لكل الصينيين. ومن جهة أخرى هناك زيادة في العرض، هناك عدد كبير من المتخرجين، لأن سنوات الألفين، يعني الألفينات أو العشرية الماضية من القرن، شهدت يعني توافد كبير من الصينيين على دراسة الفنون، فأصبح سوق الطلب يعني فيها فائض. يعني الطلب كما قال التقرير أصبح هناك يعني فائض من عمل. وهذا ربما يعني ينقلني إلى السؤال الآخر خوكاي، لماذا هذا الإقبال الشديد من الصينيين على دراسة الفن؟ يعني لأن الفن ساحر. نعم طبعا. ولكن أعتقد أن الكثير من الصينيين وخاصة الشباب والشابات الصينيين يرغبون في الالتحاق بكل هذه الجامعات والمعاهد بسبب المسلسلات، بسبب المسابقات الغنائية الفنية، وبسبب الأفلام. فالكثير مثل ما شاهدنا في هذا التقرير هو يرغب في أن يصبح نجما، أو يصبح أن يتحمل مسؤولية. ولا توجد مخاوف؟ لأن يعني هذا من المعروف أن مجال الفن مجال يعني صعب جدا. نعم. التحقيق نجاح فيه، فلا توجد مخاوف من هذا المجال في أكيد. الأسر الصينية أكيد أكيد هناك يوجد الكثير من المخاوف بالنسبة إلى الأسر الصينية، مثل لان لان. نعرف أن هذا عازف البيانو المشهور الآن، ولكن كان أبوه بذل كل ما بأسعه من أجل حضور الدروس، من كل شيء، كل ما بأسعه. فهذه لان لان هو نموذج ناجح، ولكن هناك كثير من لان لاند أو اللان لانين غير ناجح في الصين، فأكيد هناك يوجد مخاوف. ولكن إذا كان يوجد نموذج واحد ناجح فهذا يدل على شيء. نعم. فاطمة، يعني أنت تعيشين في هذا المجتمع الصيني وشاهدتي كيف يتغير، كيف تغير بالفعل. نعم. وكيف ما زال يتغير بسرعة شديدة، وكعملك في مجال الفنون وتعملك مع الفرق المسرحية المختلفة، هل وجدتي أن مع هذا التغيير هناك اهتمام أكثر بالفن؟ طبعا، في السنوات الأخيرة
شاهدنا أنه ليس فقط أنه أصبح بعدما كان عملا قوميا في السابق الفن، كل الفرق الفنية تشتغل يعني لمفهوم الأمة ولمفهوم الدولة الصينية كذا، بعد الإصلاح والانفتاح أصبحت تجارب ناجحة جدا، فزاد من تشجيع أو من تحفيز الصينيين على الاهتمام بالفنون. طبعا احنا نلاحظ أنه نعرف مع في السنوات الأخيرة أصبح يعني في الصين هناك مصطلحين شائعين جدا، أولا أن الثقافة هي القوة الناعمة من طرف يعني النظام الصيني، المصطلح الثاني وهو الصناعة الثقافية، فالفن والثقافة تحول كسلعة اقتصادية طبعا تحول إلى صناعة وإلى مدخول للبلد ومدخول للفرد، فبالتالي الاهتمام متزايد جدا. نعم خوكاي، يعني أريد فقط أن أعود إلى نقطة ذكرتها فاطمة، كيف يتم تدريس الفنون في المدارس الصينية؟ بالمدارس الصينية اعتبارا من الابتدائية هناك يوجد مقرر اسمها الفن، أو أحيانا يتم انقسام هذه المقررات إلى الموسيقى والرسوم والأداء المسرحي. وهل يدخل هذا في نطاق الدرجات التقييم؟ نعم في العلامات في درجات التقييم أيضا، ولكن يشكل درجات مساعدة إلى جانب المقررات الرئيسية مثل اللغة الصينية والإنجليزية والرياضية وإلى آخره. وبالنسبة إلى تدريس كل هذه المقررات فيتم اختيار الأساتذة المناسبين لهذه المواد المختلفة. فبالنسبة إلى الموسيقى أعتقد أن في كل أسبوع وفقا للمحافظات المختلفة حصة واحدة في الموسيقى وحصة واحدة في الرسوم، وإلى جانب ذلك بإمكان للمدارس أن يعد المقررات الاختيارية في الأوقات الفراغ. وأنا أعرف أيضا أن دائما هناك حفلات لعرض هذه المواهب ومسابقات في منتصف المدرسة، في منتصف المرحلة، منتصف السنة، في نهاية المدرسة، المرحلة الدراسية دائما يوجد هناك العروض الفنية، المدارس تدعو الوالد والوالدة لحضور ما سيقدمه الولد. واعتقد ان حتى هذا حتى في الشركات توجد هذه الحفلات. نعم. اكيد نظام تحفيزي رائع جدا. نعم. يعني انت فاطمه ايضا الى جانب عملك الفنيه انت ام ولديك اولاد هنا يدرسون في الصين. نعم. هذا التكوين منذ الصغر على وجود الفن كماده رئيسيه وليست ماده جانبيه كما هو في عالمنا العربي، كيف يؤثر على شخصيه الطفل في تكوينه؟ في المرحله الصغر هو الفرصه لتفتيق او كل مواهب الطفل وكل المهارات التي لديه إبرازها وصقلها، وفرص أنه يتعرف على شخصيته الداخلية. نعم يعني أعتقد هذا أهم شيء، تكوين الشخصية. نعم. يعني جانب العلم هو جانب مهم ولكنه ليس كاف لتكوين شخصية الإنسان، يعني دائما نؤكد على هذه. طبعا العلوم وحدها لا تكفي، بالعكس يعني حتى طرق التفكير والإبداع يجب أن تكون لدى الطفل مهارات، التركيز على المهارات الفنية الأساسية لدى الطفل مهمة جدا. طبعا والفنون هي يعني الموازي، طبعا الفنون كلها هي انواع من العلوم، يعني سواء الموسيقى او المسرح كلها يعني فيها جانب علمي كبير، فقط نحن نرى الجانب الساحر او العرض من الخارج، لكن في الداخل فيها علوم كثيره، فهي التي توازن وهي التي تخرج ما في مواهب الولد من مهارات ومن مواهب ممكن ان يبدع فيها في المستقبل. نعم. أنا أعرف خي أنك متخصص في الفن، يعني أنت درست اللغة العربية ولكن يعني أطروحة الدكتوراه كانت حول الفنون أيضا. نعم. فيعني هذا الفن كيف دائما ربما يعني الشعوب العالم الثالث تكون متقلة بالأعباء الاقتصادية ولا تعير اهتمام قوي للفنون، ولكن أنت من خلال أطروحاتك هذه ومن خلال رؤيتك للعالم الذي تعيش فيه الآن في اقتصاد صاعد مثل الاقتصاد الصيني، كيف ترى أهمية الفن في المجتمع؟ أعتقد الفن يلعب دور هام بلا شك، والفن دائما نقول من الشعب وسيتم العودة إلى الشعب، فالفن الحقيقي دائما ما مأخوذ من الفولكلور، من العادات والثقافة الشعبية المحلية في مجتمع معين. في العالم العربي لدينا سيد درويش،
لديهم كامل الخلع في مصر وفي الجزائر أيضا وفي كل الدول العربية. فأعتقد أن الفن لا نقول إنه يلعب دور، ولكنه هو الدور، هو الدور، هو جزء من حياتنا. فلا نستطيع أن نتخلى عن الفن مثلما نتكلم عنه الآن. يعني الفن جزء في حياتنا. عندما يتم تربية الأولاد بالمقررة بالمواد الفنية، مثلما ذكرت أو تفضلت الأستاذة فاطمة قبل قليل، الصقل، هناك يوجد صقل نفس. فصقل نفس سوف يلعب دور في تكوين الذوق، الذوق في الحياة، الذوق في الجمال، الذوق في القيمة، الذوق في الإنسانية. فالفن هذا هو دور الفن. نعم، هذه كلمات نستريح. نعم، نستريح قليلا ومشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم ونعود إلى الاستوديو. ولكن قبل مواصلة الحوار لنتابع التقرير. ففيما تشتهر منطقة شينجيانغ وأهلها بالفنون التقليدية، فقد اختار شاب شينجياني دراسة الفنون الحديثة وتدريسها لاحقا. لنتعرف عليه في التقرير التالي. بوكاي شاب ويغوري يحب رقص الهيب هوب، يعيش في أسرة فنية في منطقة سنتيان الويغورية ذات الحق. أنشأ بوكاي فريق الرقص دي اس بي في الجامعة، وفاز فريقه بالعديد من الجوائز في البلاد. وبعد التخرج من الجامعة تخلى بوكاي عن فرصة العمل كمعلم وذهب إلى مدينة شانغهاي لتعلم الرقص، ومن ثم عاد إلى سنتيان لتأسيس أستوديو للرقص. وبعد مرور 15 عاما من التنمية أصبح هذا الأستوديو الصغير شركة ثقافية مشهورة في المنطقة. قبل أكثر من 10 أعوام عندما أسست هذا الاستوديو كنا نقوم بتمارين الرقص في غرفة صغيرة، لكن الآن غرفة التمرين تقع في برج عالي. لقد حققت حلمي، كما نقوم حاليا بالأشياء التي نحبها، ولكن أؤكد الآن بأن هناك أحلام أكبر في انتظارنا. الحلم الجديد لبوكاي هو الأنشطة الخيرية التي يقوم بها منذ 15 عاما. بالإضافة إلى تدريب الرقص اليومي، يقوم بوكاي بتنظيم العروض مع مجموعة رقص أخرى في سنتيا لجمع الأموال لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة. يفتح استوديو الرقص دي اس بي حوالي 50 دورة مختلفة كل أسبوع، بما فيها برامج مخصصة لتلبية احتياجات الأشخاص بعد عملهم، والدورات للأطفال الذين يحبون الهيب هوب. وفي نهاية الأسبوع يكتظ الأستوديو الذي تبلغ مساحته أكثر من 200 متر مربع بالناس الذين يأتون لتعلم الرقص. السنوات الأخيرة قام الأستوديو بتدريب العديد من نجمات الرقص المشهورة في البلاد. وقال بوكاي إنه فخور جدا لرؤية طلابه يفوزون بالجوائز. الآن لدي مسؤولية أكبر من ذي قبل. الأطفال الذين يأتون لتعلم الرقص هم في نفس عمر ولدي. فجأة أصبح لدي الكثير من الأطفال، أرافقهم في تمارين الرقص كل يوم، وأنا سعيد لرؤية هؤلاء الأطفال يحصلون على جوائز. ابني يحب الرقص كثيرا ويستيقظ من النوم باكرا، وأذهب معه إلى الاستوديو. بعد سنوات من الجهد أصبح استوديو الرقص دي اس بي علامة تجارية مشهورة، حيث أصبح الكثير من الأطفال مهتمون برقص الهيب هوب في منطقة سنتيا، والكثير منهم يعرفون معلم رقص الهيب هوب أوكاي. آمل في أن يتمكن استوديو الرقص هذا من أن يصبح علامة جيدة. هدفنا الرئيسي هو الحصول على الاعتراف من الجمهور،
هذا الأمر مهم للغاية في ميدان الفن، لذلك أعمل في أن يعمل الاستوديو جيدا في المستقبل. نعم، نعود إلى الاستوديو وهوكاي رقص الهيب هوب. أعتقد أن مثل هذه الاستوديوهات أصبحت منتشرة جدا في الصين وخاصة في المدن الكبرى. نعم، في المدن الكبرى مثل بكين، شانغهاي، غوانجو، شنجن، هناك يوجد كثير من الاستوديوهات لتعليم الرقص. لتعليم الرقص مهما كانت النوع، الهيب هوب، البالي دانس، الرقص الشرقي. نعم، الرقص الشرقي دائما ما نجد الرقص الشرقي، اللاتينو، السلسا، السلسا وغيرها، وايضا التقليدي. فكل هذه الاستوديوهات اعتقد انها تلعب دور ايضا مهم جدا في الحياة، في الناس في هذه المدن الكبرى. يعني لماذا يقبل الصينيون الآن على هذه، على تعلم الرقصات من دول مختلفة؟ أعتقد أنه أول شيء من أجل معرفة الثقافة الأخرى، ومعرفة الثقافة الأخرى سوف تساعدك على معرفة الناس الذين يعرفون أو يعيشون في هذه الثقافة. فأعتقد أن هذا أيضا يرجع إلى الانفتاح والإصلاح. قبل 30 أو 35 عام لا نستطيع، وليس كانت الفرص للتعليم وللتعلم على حتى معرفة هذه الأشياء الموجودة في العالم. يعني فاطمة، أنت لأنك تعملين في مجال وتعملين مع الشركات خاصة من هذه المناطق مثل شينجيانغ، يعني أنا تعجبت في الحقيقة. يعني هذا الفتى هو درس الرقص في شانغهاي لكنه قرر العودة إلى أوروموتشي، فهل أيضا حتى في أوروموتشي وهي حاضرة منطقة شينجيانغ في الغرب الذي يعتبر دائما أقل تنمية من شرق الصين، هل يجد سوق لمثل هذا العمل؟ كل منطقة، أي قرية نائية في الصين تجد سوقا لها للعولمة. طبعا هو استثمار جيد جدا، لان مثلا في المناطق هذه الفنون التقليديه، الفنون الشعبيه متطوره، هناك بالموهبه وبالميلاد. انت يعني شاهدتي هذا الشعب يعني متميز جدا في على مستوى الغناء والرقص، ولكن فوق هذا هناك اهتمام، هناك مدارس تكون، هناك اهتمام كبير يعني على مستوى الشعب او على مستوى الافراد وعلى مستوى السلطات المحليه لتنميه الفنون الشعبيه. فالشيء الجديد دائما هو ثورة الشباب، هم يريدون أن يقولوا أننا نحن مختلفون وأجيال جديدة نطمح إلى الانفتاح على العالم وتأثر بفكرة العولمة، فهو استثمار جيد جدا. طبعا قد يؤثر، طبعا نحن كنقاد للفن ننظر إلى الموضوع يعني بعين الربا نوعا ما، لا نريد أن تنفتح الأمور لأنه يضيع الخصائص الفنون المحلية، ولكن يعني من حق هذا الشباب أن يعيش زمنه وأن يتفاعل مع الثقافة العالمية. نعم، وربما أريد فقط أن أعود مرة أخرى إلى هذا الامتحان الذي سيصبح وطنيا، وأنت تعمل أو يعني ربما ستكون جزء من الكادر التدريسي في جامعة، وهناك قضية ربما تثار في دول غربية ولا تثار في بعض الدول الأخرى وهي حرية الجامعات. هل هذا الامتحان سيكون مقيدا لحرية الجامعات؟ أعتقد أن إذا أردنا نتحدث عن حرية الجامعات فممكن أن نرى النموذج الذي يطبقها النظام التدريسي لقبول الطلاب في هذه المعاهد والجامعات الفنية الصينية. الآن لديهم الحرية، ولكن مثل ما شاهدنا في الفيديو في الريبورتاج الأول، هناك يوجد أكيد يوجد مشاكل. فبعد فترة من بعد تطبيق هذه الحرية فلازم أن نحاول أن نوحد هذه الامتحانات من أجل تجنب هذه المشاكل أو الأشكاليات التي قد واجهتنا من خلال تطبيق حرية الجامعات والمعاهد لقبول الطلاب الفنية. ربما هناك تلاعبات، ربما هناك بعض المشاكل الاقتصادية، ولكن أعتقد أن كل شيء يستحق التجربة، يستحق المحاولة على الأقل. إذا كانت فعلا هذه المحاولة ناجحة سوف يكون أكثر إنصاف، أكثر هناك يوجد فرص أكثر ومواساة للصينيين بشكل عام، للطلاب الذين يرغبون في دراسة الفن بشكل عام. هذا سوف نطبقها في المستقبل، وإذا لا سوف نرى إذا كان هناك يوجد أي حل مناسب لقبول الطلاب. نعم، يعني فاطمة كناقدة فنية، تكوين الشاب
كفنان متخصص في مجال معين، هل هو نفس التكوين الذي يعني يحتاجه شخص آخر متخصص في مجال آخر؟ طبعا أكيد لا، يعني لكل تخصص خصوصيته، لذا يسمى تخصص. وبالنسبة للفنون هناك خصوصيات أكثر. إذن كيف سيتم تطبيق هذا الامتحان الوطني؟ أقول لك، هو هذا النوع من الامتحان الذي يسمى بالصيني إيشو غاوكا، طبعا هو بالعربية مثل الثانوية العامة الفنية. هذا النظام موجود في كثير من الدول خاصة في أوروبا، أن هناك مع الامتحان الثانوية العامة أو البكالوريا في بعض الدول العام في المواد الرياضيات واللغة والعلوم واللغات وكذا، هناك امتحان في المواد الفنية الرسم والمسرح والموسيقى وغيرها لتؤهل طلب الموهوبين أو من يدرسون للالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات. فهذا الذي فعلوه، يعني هذا النظام الذي يريد، هو اللي يخفف الضغط على المعاهد والجامعات الفنية، لأن المسابقات تقام ليست كلها سنوية، هناك من يقام مرة كل سنتين. عدد الطلبة المتقدمين كبير جدا والناجحون عدد قليل. ثم هناك هي مسابقة فيها جزء كتابي وجزء بالمقابلة، لجنة التحكيم هي تحدد، فتختار كل جامعة ما يناسبها من الطالب الذي يأتي على هوى ويناسب لجنة التحكيم. فهذا الامتحان الموحد طبعا يعني يقلل من كثير من المشاكل، لكن على الورق فقط، لأنه يجعل الامتحان كتابي موازاة المواد العامة. هناك مواد في المواد الفنية والثقافة الموسيقية والمسرحية وكذا وكذا وكذا، بحيث أنه من ينجح في الامتحان هذا الثانوية الفنية يتوجه مباشرة إلى الجامعات، أنه هناك توجيه أو تخطيط عام للدولة. هذا يقلل في فرص المواهب الحقيقية، لأن الشاب الموهوب الحقيقي ليس بالضرورة أنه جيد في كل المواد. نعم. فهذا يقضي على بعض الفرص صراحة. خوكاي، يعني أنت سافرت كثيرا واحتككت أيضا بالكثير من الأجانب، وفاطمة تحدثت حول هذا الجزء الخاص جدا بثقافة شرق آسيا والصين على نحو خاص. هذا الجزء المنفتح والسلس، حتى مثلا في مجال الرقص دائما يعني حتى الغربيون الأوروبيون يحسدون الصينيين على هذا التناغم مع نفسهم وعدم وجود مشكلات مع الجسد أو مشكلات مع التعبير عن النفس. كيف كونت الثقافة الصينية التقليدية هذه الشخصية الصينية؟ أعتقد أن الثقافة الصينية مثل ما ذكر الدكتور الأستاذة فاطمة، التسامح، والتسامح أعتقد أنه أهم شيء، التسامح والانسجام. فعلا لا نعرف أننا نتحدث دائما عن التناغم الانسجام في الحياة اليومية، ولكن فعلا هذا جزء من حياة مثل الفن. فالفن الفن زائد الانسجام يساوي الحياة الحالية في الصين. فأعتقد أن الحسد والعنف بشكل عام لا يطبق. عندما جئت هنا وأردت أن أدرس المسرح، أهم نقطة تميز كلمة مفهوم المسرح ثياتر أو دراما غير موجودة في المسرح الصيني. أهم شيء في المسرح، لأن الدراما هي الصراع، هي صراع دائما ميلو دراما مش دراما. الصراع يعني هو الصراع، هنا لا يوجد صراع. يعني طبعا هو توجد اشكال اخرى من الحبكه ومن اشياء اخرى بعد، يعني بعد الدراسات نكتشف ونبهر لكن مفهوم الصراع هذا المباشر لا يوجد. هناك اشكال مختلفه لمفاهيم الصراع. نعم. وبهذا ربما يعني بهذه الكلمه التناغم دعونا ننهي الحوار، واشكرك خوكاي من جامعه الدراسات الاجنبيه ببكين، واشكرك فاطمه رحل الناقده الفنيه والمتخصصه في الفن الصيني. اشكركما. ومشاهدينا، بالتناغم مع الطبيعة والتناغم مع الفن دعونا ننهي هذه الحلقة من برنامج الصين والشرق الأوسط.